السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. النهار ان شاء الله نقدم واحد الموضوع اللي هام وهام بزاف، مهم بزاف، وهو ان وهو تراكم الشحوم عند الاناث ديال الارانب اللي كيؤدي لانه كيجعلهم ما كيولدوش. يعني واحد الخطا انا وقعت فيه يعني شخصيا، وبغيت نشارككم هذا الخطا. اسمه هو الخطا، وهو تراكم الشحوم عند الاناث الارانب، وهو الكميه ديال الاكل. والكميه ديال الاكل معروفه بالنسبه للارانب، يعني جميع الفيديوهات اللي راني كنقدم او الا بحثتوا في الانترنت او الا سولتوا كتلقاو جميع يعني القياسات اللي كتعطى، وهي 100 غرام في الوجبه بالنسبه للذكر البالغ او الاناث الانثى البالغه. انما كاين واحد الخطا كيوقع فيه الناس وكيوقعوا فيه بزاف ديال الناس، وهو كالتالي. يعني كما كتشوفوا معايا هذا الخبز جاف، راني وريتكم الطريقه باش كتقطعوه يعني بمقص ديال الاشجار على شكل سيكاليم، يعني على شكل طريفات صغيرين كما كتشوف. المشكل اللي وقعت فيه هنايا يعني الاناث، يعني واخا لقحتهم واحد عده مرات وما شدوليش، ملي بقيت كنشوف الفرق يعني اش موقع، لقيت ان الاناث بداو كيتزادوا لي في الوزن. ما فهمتش علاش، واخا انا كنعطيهم يعني نفس الكميه اللي كنعطيها لهم بهاد الطاس ديال الياغورت بلا ما نذكروا الاسم ديال الشركه، يعني طاس ديال الياغورت عادي. يعني هاد الطاس كي داكشي الميزان اللي كيكون فيه او دايرين فيه 100 مليلتر، نفس الميزان كيكون في جميع الطيسان ديال الياغورت. المشكل اللي وقعت فيه هو انني كنت كنوزن بهذا الطاس هذا، اول مره غادي نوزن به يعني بالميزان وزنت السيكاليم. السيكاليم ملي كتعمرو تقريبا هاد الطاس قريبا يوصل يعني الفم ديالو، لقيت فيه 100 غرام، وهذاك الميزان هو اللي بقيت كنستخدمه، يعني هذاك هو الميزان اللي بقيت كان غادي عليه. من بعد بقيت هذاك الميزان بقيت ندير به الشعير مثلا، كنجي كنوزن به نفس المقياس، كنوزن به بحال هكا الخبز جاف كندير بحال هكا وكنعطيهم. واحد النهار بقيت كنستغرب كنقول علاش انايا الارانب ديالي ولاو كيتزادوا في الميزان، ما فهمتش انا علاش كيتزادوا في الميزان. يعني كنعطيهم يعني وجبات بحال هكا، كنعطيهم جوج وجبات، ولكن هكا لقيت باللي الميزان كيتزاد. منين يعني غير جات مصادفه، منين شديت هاد الطاس هذا وعبرته يعني هاد الخبز اللي فيه، لقيت باللي تزايد هذا راه 150 غرام. يعني هاد الطاس هذا ماشي ديرو كمقياس لجميع يعني الحبوب اللي غادي تعطيوه، ان الخبز ثقل، هو ثقيل على السيكاريم. السيكاريم غادي يكون اخف. يعني هذا هو الخطا اللي وقعت فيه انايا اللي جعل الاناث ديالي تقريبا تلقحوا واحد جوج مرات وما ولدوش، وهما تراكمت عندهم الشحوم في الكرش ديالهم، ولا يعني السائل المنوي ما كيوصلش باش يقدروا انهم يحملوا ويولدوا. يعني هذه غير مصادفه، لقيت باللي الميزان اللي غادي تعبروا به السيكاليم، يعني هذا الطاس بحال هكا راه تقل من السيكاليم. يعني هذه العموريه اللي كتعمروا بحال هكا الا عبرتوه في الميزان غادي تلقاوه مختلف على السيكاليم، ولا عبرتوا عمرتوا عاوتاني بالشعير مثلا ووزنتوا غتلقاو ميزان اخر. الا عبرتوه مثلا الذرة وعبرتو هنايا وثاني الذرة غتكون اثقل، يعني ماشي الحجم هو اللي غادي تعبروا به، لا، حطوا ميزان امامكم وعبروا هذاك الماده اللي غادي تعطيوها لهم، عبروا انها تكون 100 غرام. ممكن تعطيكم حتى لهنا، ممكن تعطيكم غير النصف بحال دابا هذا، لقيت انا 100 غرام تقريبا غير قد هكا راه 100 غرام، هذه راه 100 غرام، لان الخبز لقيتو ثقل من 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 السيكاليم. انا كنت كان قليل فين كنت كندير لهم الذره او الشعير، مده هذه ما درت لهم، ولكن حتى الذره والشعير مزيان لهم، والزرع حتى هو مزيان لهم، القشور ديال الفول حتى هو مزيانه لهم. النخاله كذلك خصكم تعبروا شحال ديال الميزان اللي ممكن انكم تعطيو لهم.
100 غرام خص ماشي هذا تستعملوه كمقياس، لا الميزان هو اللي غادي يحكم هذا شحال غادي تعمروه ديال اما الشعير او ذره او نخاله او خبز جاف. المهم انا الخبز الجاف لقيت تقريبا نص راه جايب 100 غرام، دابا غادي نبدلهم النظام غادي نبقى نعطيهم غير النص في هذا الطاس هذا. اذا هذه هي الحلقه ديال هذا النهار، راه حلقه مهمه، حاولوا انكم تستعملوا الميزان ماشي تستعملوا هذا الطاس ولا واحد يعني واحد زلافه ولا تبقاو تعبروا بها او تعبروا غير باليد هكا تعطيهم كم شاكه وتعطيهم، لا خاص الميزان وتعرفوا واحد المقياس تبقاو تمشوا عليه 100 غرام من ديك الماده اللي غادي تعطيوها له. اذا هذه هي الحلقه ديال هذا النهار، هذا خطا وقعت فيه انايا وحاولت انني يعني نشارك معكم باش 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 تفهموا شنو هو الميزان. الميزان خصكم تعطيهم 100 غرام في الصباح 100 غرام في العشيه، 200 غرام كافيه انهم غادي يكونوا مزيانين للذكور للاناث. وبالنسبه للتسمين حتى هو راه باين حتى هما نصف الكميه، يعني ملي كيكونوا صغار نصف الكميه، يعني خصكم تعطيهم 50 غرام، من بعد ملي يبداو يكبروا شي شويه 3 شهور تعطيهم 150 غرام، يعني 50 غرام في 50 غرام في 50 غرام، تفرقوهم على ثلاثه الوجبات. اما بالنسبه للكبار 100 غرام في الصباح 100 غرام في العشيه كافيه انهم يكونوا مزيانين وعايشين، و يعني ممكن انهم يولدوا الذكور تما ما يديروش الشحوم بزاف باش ما يبقاوش يقدروا يتحركوا ولا قدر الله يجيهم التهاب العقوب. اذا هذه هي الحلقه ديالنا ديال النهار، حلقه بسيطه ولكن راها مهمه، حاولوا انكم يكون عندكم ديما ميزان حداكم باش تعرفوا كيفاش كتعاملوا مع كميه الاكل المعطاه للارانب ديالكم. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر جام ما تنساوناش بزر جام باش تدعمونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.